عباره عن الميديا ده اللون بتاعها الطبيعي، فيها اسلانت اسلانت وفيها بط اللي هو الجزء الثاني. البط ده تذكروها احنا زمان كنا طلاب بنذكرها بايش، ان البط تحت فيها سكروز والاسلانت فيها لاكتوز. البط تحت الجزء تحت ده، الجزء تحت ده بسموه بط، فيها سكروز والاسلانت فيها لاكتوز. صار الميديا اسمها كليكلر ايون اجار، كليكلر كي اي اي. تمام، البط تحت فيها ايش؟ سكروز. زي احنا زمان كنا بنذكرها هنا انه السكر دائما بيكون في الكوبايه تحت، صح؟ فالسكروز والسكر